Messi. Osimhen. يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا لمواجهة نظيره الأهلي في 7 مساء غدا الاثنين على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الأسبوع 10 لمسابقة الدوري. ويعمل جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على تحقيق نتيجة إيجابية لحصد النقاط 3 وتحسين وضعه في جدول ترتيب المسابقة، حيث يدخل المباراة محتلا المركز 12 برصيد 18 نقطة بعدما خاض 12 لقاء، حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4. دخل لاعب الأهلي عمر كمال في منافسة قوية مع زميله محمد هاني على قيادة الجبهة اليمنى للفريق أمام منافسه فريق الزمالك خلال المباراة التي ستجمعهما غدا الاثنين والمؤجلة من الأسبوع 10 من مسابقة الدوري. وكان اللاعب عمر كمال قد تألق في المباراة الأخيرة للأهلي أمام نظيره زادة وقدم مستوى رائعا، حيث حصل على جائزة رجل المباراة، وهو ما يجعل فرص مشاركته في لقاء القمة قوية. فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره لوتون تاون ب5 أهداف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد مساء أمس ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزية. ويتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت برصيد 73 نقطة، فيما يحتل فريق لوتون تاون المركز 18 برصيد 25 نقطة. مشاهدينا انتهت نشرتنا الرياضية، والآن عودة إلى زميلي باسم وزميلتي يارا.